أيضا من أسباب دمار البيوت المرأة العاملة الموظفة. من أسباب دمار البيوت أقول المرأة الموظفة لعلات عدة لأسباب. من ضمن هذه الأسباب ومن أهمها أن المرأة العاملة ستكون إما ظالمة وإما مظلومة. إما أن تكون مظلومة ستتكفل بمهمة البيت وخارج البيت، ستكون تعمل برا وتعمل داخل، كذا ولا لا؟ أليس عليها مسؤوليات في بيتها تجاه زوجها تجاه أولادها ولا؟ فإما أن تتحمل مسؤولية البيت وخارج البيت العمل اللي تأديه في الخارج ستكون مظلومة، وإما أن تتحمل مسؤولية العمل خارج البيت فتهمل البيت فتكون ظالمة، ظالمة لبيتها وزوجها. طيب الحل في هذه الحالة، الحل في هذه الحالة أن يؤتى بعاملة، بموظفة عاملة. هذه العاملة دي كثيرا ما تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بعمل المرأة، يعني هي غالبا ما تكون العاملة الشغالة دي مرتبط وجودها بعمل المرأة خارج البيت، وإلا لا حاجة لوجود شغالة مع وجود الزوج. فغالبا ما تكون الحاجة العاملة هو يعني عمل المرأة خارج البيت. عمل المرأة خارج البيت يكون عند اقتصادي، لأن هذه العاملة كم تستلم في الشهر؟ كم تستلم؟ 60 ريال كذا، وقد يكون أكثر، ما صحيح؟ نعم، فلنقل 60 ريال، خلنا 50 ريال، نصف المية يعني، ستكون عبئا اقتصاديا على الزوج. هذا أول آفة، أنها عبئ اقتصادي على الزوج. ثاني مشاكل أنها ستكون سببا لانهدام البيت وانهياره، من ناحية أن قد يغوي الشيطان الزوج فيقع بالفاحشة فتطلق الزوجة، تطلق الزوجة، لأن إن زنى بغيرها طلق الزوج، إن زنى الزوج انفصلت عنه زوجته تلقائيا إن علمت بذلك علما يقينيا تطلق الزوجة، وستفسد كذلك الأولاد، لأن وهذه المشاكل تراها واقعية والأنزلة عليها واقعية، لا داعي لإطالة الكلام بذكرها، والكل يعلم مدى خطورة العاملات في البيوت، مدى خطورة هذا. قبل فترة ليست بعيدة كانت تصلي أحد الإخوان وهو دائم إلى الله تعالى ويقول العاملة الآن عادي على وشك يسفرها، لكن يقول قبل ذلك كان قد وقع منه تحرش بها عرضا منها، ما نعت من ذلك. هذه القضية تكرر أمثالها كثير، بل إن أبشع من ذلك ما حدثتنا به الأيام القريبة الماضية، أقول السنوات القريبة الماضية، من أن رجل مستقيم ملتزم طاهر طهور متوضي يعم الناس ويصلي بهم صلاة الخمس وله بيت وأسرة وكذا، إنسان معروف بالعقل والرزانة، وكان جالس شغالا. في يوم من الأيام اكتشفوا أن هذه الشغالة حبلة من الزنا. كيف حبلة؟ فاتهمت الرجل بالإنسان الصالح، قالت من نابي بطني من ابن لهذا الرجل، فحاول معرفة القضية، الرجل صعق وصدق ووقف ثم خرج بكفالة وحاول يتحرم الأمر، الرجل بريء، لكن كيف اتهمته؟ قاتل. والفحوصات الطبية وغير ذلك أكدت أن فعلا الولد هذا ولده يعني. كيف حصل الزيف؟ وكيف أكدت من الفحوصات الطبية ذلك؟ قال اعترفت العاملة بأنها كانت تتجسس على غرفة نوم الزوج، فإذا ألقوا المناديل الورقية هذه ألقوها بما فيها من سوائل، راحت هذه أخذتها به المرأة واستعملتها بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة الفادحة، هي صارت حبلا من الزنا واتهم الزوج. لولا لطف الله هل سيكشف هذا؟ ستشهر القضية به ويقع الرجل في هذا البوار والدمار وهو بريء. ويعني
كم من أولاد أصيبوا بعقد نفسية وأمراض نفسية بسبب تعاملات فاضحة من قبل الشغالات لأولئك الأولاد، تأثروا نفسيا لأن كان الشغالات بعضهم عنده انهياج جنسي وغريزي غريب لدرجة أنه يتحرش بالأطفال، فأصبح الأطفال مرضى نفسيا ابتلوا بهذه العاملات. هذه الآفات كلها تسببها هذه العاملة في هذا البيت، استخدمت في البيت كانت هذه النتيجة. الأبلى والأدهى والأشد من ذلك إن من ناحية الشرعية، من ناحية الشرعية الإتيان بالمرأة العاملة هذه، الإتيان بها من سفر، أليس هو تعاون على الإثم والعدوان؟ وهو المنهي عنه بنص الكتاب، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإتيان بها تعاون على الإثم والعدوان أم لا؟ من نواحي، أولا إما أن تكون مشركة وإما أن تكون كتابية، فإن كانت مشركة فهي نجسة، وإن كانت كتابية ففي الحديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. أقول لك هذا منتشر، أقول لا عليك من غيرك، أنت مسؤول عن نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل نفس بما كسبت رهينة، فالإنسان مسؤول عن كسبه هو لا عن كسب غيره. فأنت لما تأتي بعاملة كتابية فأنت تدخل دينا غير الإسلام في بلاد العرب، وهذا محرم بالنص. ثم إن كانت مسلمة، لا مشركة نجسة ولا كتابية من دين مغاير، لكنها مسلمة، أليست المسلمة ينطبق فيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها؟ بلى. فأنت لما تأتي بما تعينها على حق ولا على باطل؟ على باطل، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت ترتكب إثما بمجيئها إلى هنا وتعينها على إثم وعدوان، نهى الله تعالى عنه. ثم أدعى ذلك ترتب على هذا الأعباء، الأعداء أعداء الإسلام قالوا: لا، أصلا لا بد المرأة تعمل خارج، والإسلام حرم المرأة وحرم المجتمع من عطاءات المرأة ومن مواهب المرأة، وقيدوها المرأة، الإسلام حرم المرأة وكبت المرأة وقيد المرأة وغير ذلك. من قال لك؟ الإسلام وضع آية كاملة في القرآن اسمها سورة النساء، وسورة كاملة في القرآن اسمها سورة النساء، وسورة أخرى اسمها سورة مريم، والنور والأحزاب تتكلم عن أحكام النساء. وأنا دائما أقول سبحان الله عجيب أن الله تعالى ذكر الحجاب في سورة الأحزاب، ذكر الحجاب وهو احتشام المرأة في سورة الأحزاب، وكأن في ذلك حكمة إلهية بالغة، لأن الله تعالى سيعلم أن الأحزاب في يوم من الأيام ستتحزب ضد هذا الحجاب. الأحزاب بتتحزب لتحارب هذا الحجاب، ولذلك ذكر الله الحجاب في سورة الأحزاب. الأحزاب نفسها اللي تحزبت على النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة هي نفسها الآن تتحزب لحرب الحجاب. نوال السعداوي تقول: هذا الحجاب لا أصل له بالإسلام، شيء مستحب، بس شيء مستحب لا أصل له، يعني لما التشديد ولما التشمج، وغيرها يدعو بهذه الدعوات. فالأمة المسلمة محاربة من قبل أعداء الله، والمرأة هذه التي ربت الأجيال فيما قبل وخرجت لنا الأبطال في قلوبهم حنق عليها، ولذلك لا بد من تدميرها لتتحقق غاياتهم في العالم الإسلامي. لذلك قالوا: أخرجوها، لا تظلموا المرأة، خلوها تأخذ راحتها في المجتمع، تعطي كما تعطون. طيب لما خرجت هل سببت خيرا أم شرا للمجتمع؟ شر. ولذلك: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.